ريم بسيوني، وكمان الكاتبة الإماراتية بشرى خلفان. ده برضو يعني هيتكلموا عن الروايات وعلاقتها بالجوائز. اللي بيحبوا الدراما والسينما بشكل كبير برضو هيبقى فيه أكتر من ندوة ليها علاقة بالدراما. في ندوة مثلا مع السيناريست محمد سليمان عبد الملك والسيناريست محمد هشام عبية، هيبقى يوم الخميس تقريبا في قاعة فنون الثقافة، هيتكلموا عن الدراما وتأثير الأدب على الدراما بشكل كبير. دي أغلب أو يعني أبرز الندوات اللي في بالي دلوقتي. لكن المعرض لسه فيه أيام كتير، لسه يعني هينتهي احنا 6 لسه فبراير لحد 6 فبراير تقريبا. بالظبط بالظبط، ويوميا بيكون فيه ندوات في أغلب القاعات بتاعته. حلوة قوي. طب هل في بعض النصايح كده اللي ممكن نقدمها لو في أسرة أو في أي حد جاي يزور المعرض عشان يقدر يكون ملم بكل الأجنحة اللي فيه وكل الأماكن؟ هل في نصايح معينة يعملوها يرعوها وهم رايحين؟ أكيد أكيد، ده يعني مهم جدا إن أي حد هيروح المعرض يكون متوفر معاه خريطة المعرض، خريطة للأماكن ودور النشر اللي هتبقى موجودة في المعرض. ده هيسهل كتير قوي عليه في الحركة. كمان انه يبقى معاه قايمه بالمشتريات او قايمه بالاعمال اللي هو محتاج انه يشتريها، واماكنها، ده مهم قوي. عشان يعني ممكن يدخل مثلا صاله واحد فيجيب كتاب، بعد كده يخرج صاله اثنين يجيب كتاب ويرجع تاني، لا يعني الموضوع ممكن يبقى صعب. لكن لو هو عامل خطه منظم اكتر ومنظم الموضوع ده اكتر، هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه له. ضروري جدا يعني فكره زياره المعرض اكتر من مره، لان صعب قوي انك تشتري كل الكتب وتحضر فعاليات في يوم واحد. بالظبط، يعني انت مع المقوله اللي بتتقال على السوشيال ميديا ان يوم واحد مش مكفي لزياره المعرض، تقدر تستكفي منه. ويمكن شفت حاجه برضو على الفيسبوك كده، انه بعض يعني نصيحه كده اللي هو اللي رايح المعرض وناوي يشتري كتب يعني كذا كتاب، يكون واخد شنطه اللي هي بتتجر بعجل دي علشان يقدر يسهل عليه التنقلات بعد كده. يعني بقى لنا اكتر من سنه فعلا بنشوف ظاهره الشنط السفر اللي هي بتتجر دي. بالظبط. لان هو معرض فرصه مهمه جدا لاي حد حابب يشتري كتب لسببين. اول حاجه التنوع الكبير اللي موجود، يعني الموضوع مختلف شويه عن المكتبات او منصات اكيد طبعا متاجر بيع الكتب، لان عندك عدد كبير جدا من دور النشر موجوده في مكان واحد، عدد كبير من دور النشر العربيه والاجنبيه موجوده، فسهل جدا انك تلاقي كتاب العربي والكتاب المترجم بسهوله. مظبوط. وكمان فكره الخصومات اللي بتبقى موجوده في معرض الكتاب، اعتقد انها بتبقى اكبر من الخصومات بعد كده. يعني صح، الخصومات بتبقى موجوده خلال العام بتبقى مختلفه تماما عن الخصومات اللي بتبقى موجوده في معرض الكتاب، فالناس بتستغل ده بانهم يشتروا اكبر عدد من الكتب. يعني يبقى زي ما بنقول كده، ده الخزين بتاع بقيه السنه، هو ده اللي هنقدر من خلاله نقرأ اكبر عدد من الكتب باقي السنه. صح. اسلام نورتنا جدا، شكرا ليك، وشكرا ان انت وضحت لنا بعض الحاجات المهمه سواء الخاصه بالندوه او حتى عامه بمعرض الكتاب.